سؤالي موجه للرئيس وكالة الفضاء المصرية، متى مصر تكون قادرة على صناعة قمر صناعي بصناعة مصرية 100% وتنطلق من مصر؟ هو ايه البرنامج اللي موجود في الوكالة اللي هو ممكن يقدمه لمصر ان شاء الله؟ امتى هينطلق قمر صناعي مصري على ارض مصرية 100%؟ وايه اللي اتعمل في مصر بالنسبة للفضاء؟ مش كل الدول فيها وكالة فضاء، ايه المفيد عندنا في وكالة الفضاء؟ ما هو دور وكالة الفضاء المصرية في التنمية المستدامة؟ امتى هتوصل وكالة الفضاء المصرية للعالمية؟ هل هيبقى احنا عندنا زي وكالة كده خاصة بينا برضو مصرية؟ امتى وكالة الفضاء هتقدم للشعب المصري خدمة مستدامة؟ وايه مدى يعني تطوراتنا في الابحاث العلميه؟ ايه برنامجك اللي انت هتقدمه بحيث انك تخدم التنميه في مصر وتخدم الشعب المصري؟ ايه طبيعه عمل وكاله الفضاء المصريه؟ ايه هي التطورات اللي قدمتها الوكاله للبحث العلمي في مصر؟